بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم افتح علينا بنور العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله سورة يونس عليه السلام. سورة يونس 13 صفحة ونصف، يعني كان مخططي إنه المرة الماضية نبدأ بها يعني 3-4 صفحات واليوم نتمها. فاليوم إن شاء الله رب العالمين يعني إذا تعوننا سويا ربنا يسر بإذن الله، يعني المخطط أن نتمها كاملة. لذلك بعض الآيات ربما الواضحة الشرح أو التي تقدم شرحها يعني سنمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. وإذا في أي سؤال أو أي استفسار عن أي معنى من المعاني غير واضح، لأنه هذا هدف التفسير، يعني تفسير القرآن كاملا بهذه السرعة هدفه تجلية يعني ما خفي من المعاني والوقوف على بعض اللطائف، لكن ليس الهدف يعني أن نتوقف عند كل صغيرة وكبيرة. فهذه مهمة التفسير التحليلي، وتفسيرنا ها هنا ليس تحليليا. نبدأ بسورة سيدنا يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تحدثنا عن الحروف النورانية المقطعة في فواتح السور عندما تحدثنا عن البقرة وآل عمران وغيرهما، وقلنا إن هذه أولا من علامات السور المكية، وجاءت للتنبيه لأنها ليست من عادة العرب أن يستخدموا، ليس من عادتهم أن يستخدموا مثل هذه الألفاظ، يعني قريبة من مثلا ألا هلا في اللغة العربية، فلتنبههم. ثم فيها تحد وإعجاز أن القرآن الكريم مؤلف، المادة الخام التي ألف منها أو كتب فيها وصيغ منها القرآن الكريم هي هذه التي بين أيديكم، هذه الألف وهذه اللام وهذه الراء وهذه النون وهذه الميم كلها بين أيديكم، فأتوني بمثل هذا القرآن. وهذا كمال التحدي، وهي تتناسب سبحان الله مع يعني موضوع السورة واستغراب الناس من أن يبعث الله تعالى رجلا بشرا ثم بعد ذلك الدفاع عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب بعض النماذج من الأنبياء والمرسلين ابتداء بنوح عليه السلام ومرورا بموسى عليه السلام، يونس عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقلنا تلك اسم إشارة للبعيد، وغالبا لما تذكر بعد ألف لام را أو الحروف المقطعة تأتي تلك، تلك أو ذلك. تلك اسم إشارة للمؤنث البعيد، ذلك اسم إشارة للمذكر البعيد، الثنتين بعيد. يعني ما قال مثلا هذه آيات، هذه تفيد القريب، أقول هذه وتلك، مثل ما تقول this وذات. فما قال مثلا ألف لام ميم هذا كذا، لا، قال ذلك، ذلك وتلك. وهذه فيها من التعظيم والتفخيم وبعد معاني القرآن وعمقها وقوتها وبلاغتها في تلك، يعني وهذا لا تدل عليه هذه، ليست بهذه القوة. كل لفظة من ألفاظ القرآن مستخدمة في مكانها سبحان الله. إذن تلك يعني ربما نقول ما تضمنته هذه السورة، تلك آيات الكتاب المبين أو الحكيم، آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن العظيم. أكان للناس عجبا، وها هنا بدأ استغراب العرب أو المشركين أو قريش، استغربوا أن الله سبحانه وتعالى سيبعث أو بعث رجلاً بشراً من جنسهم، اعترضوا على هذا. فالقرآن الكريم هنا قرعهم ووبخهم، أكان للناس عجباً أتستغربون أتتعجبون أن أوحينا، أن أوحى الله، وأوحينا فيها اسم الجلالة هنا أو ضمير التفخيم ضمير العظمة، أوحينا، ما قال أن أوحيت، أن أوحينا إلى رجل منهم. وهذا يعني أن يوحي الله سبحانه وتعالى إلى رجل منكم من جنسكم، هل هذا يقتضي العجب؟ هل هناك بأس في هذا؟ يعني لو كان مثلا جنا، لو كان ملكا للبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم. بالعكس، أصلا حتى يتحقق المقصود وحتى يتحقق الإبلاغ وحتى يتحقق الأنس
في نقل الرسالة لابد أن يكون الرسول من جنسكم. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له من الخصائص وكانت له من الصفات التي تعلمونها من خصال الكمال عندكم وأنتم تشهدون بها، ما هو أشهر من الشمس؟ أفبعد ذلك تعجبون؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أوحينا إليه ماذا؟ نص الإيحاء أو مضمون الإيحاء، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. لاحظوا، أنذر الناس، الإنذار للجميع، والتبشير يعني الإنذار فيه تعميم والتبشير فيه تخصيص للذين آمنوا. وهذه من رحمة الله تعالى بنا وبالناس، نسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع فضله ورحمته. وبشر الذين آمنوا أن لهم، بلغهم، بشرهم أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق منزل صدق، منزل رفيعة، مكانة مرموقة، مكانة سامية. ولاحظوا قدم صدق، مكانة سامية، هذه وحدها تكفي. كيف إذا أضيفت إليها عند ربهم أن لهم مكانة سامية سامقة عند الله؟ أي إذا قلت عند الله فذلك يدل على السمو، وإذا قلت قدم صدق فذلك يدل على السمو. فإذا جمعت قدم الصدق بعند ربهم فدل ذلك على السمو فوق السمو، قدم صدق درجة عالية رفيعة. بعض المفسرين قال القدم هو المتقدم في الصدق والشرف، هذا يقال له قدم صدق، أو القدم ما يعني كل نفس مؤمنة، لأنها هي التي تبشر، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، يعني ما قدمت من خير يعني في الدنيا، لهم أعمال صالحة قدموها. لما الإنسان يقدم شيئا أمامه وهو وراءه، فتقدمه لتجده يوم المعاد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه إن هذا لساحر مبين. ولاحظوا المؤكدات إن واللام، اللام الخبر، إن ربكم الله، أيضا هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى لأنه يخاطبهم وهم مكذبون وهم مستغربون، لذلك اقتضى التأكيد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، له هذا الاقتدار العظيم، له هذه القدرة العظمى، له هذا هذه العظمة، فكيف يكون إرساله لرسول إليكم من جنسكم، كيف يكون هذا مثارا لتعجبكم؟ وهو مالك السماوات والأرض وخالقهما، وهو مدبرهما، يدبر الأمر، يقضي في ملكوت السماوات والأرض بما يشاء، ولا يتجرأ أحد، ما من شفيع، ومن شفيع هنا من إضافة من مع ما قبلها ثم تنكير شفيع، وهذا فيه يعني ما من شفيع، نفي الكثير والصغير، نفي القليل والكثير، ما من شفيع إلا من بعد إذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والله تعالى لا يأذن إلا لمن قال صوابا. ذلكم الله، ولاحظوا ضمير البعد، ذلكم الله، اسم الإشارة هنا للبعيد للتعظيم، الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اعبدوه، لماذا اعبدوه؟ لأنه مستحق للعبادة لعظيم صنعه الذي ورد في هذه الآية، ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه يدبر الأمر ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ذلكم الله ربكم، هذا هو الرب الحقيقي، والرب الحقيقي حري به أن يعبد فاعبدوه أفلا تذكرون. لأنه من كان له أدنى تذكر، من كان له أدنى علم، أقل اعتبار، أدنى عقل، لا يخفى عليه أن هذا الرب سبحانه وتعالى مستحق للعبادة. أفلا تذكرون؟ استفهام إنكاري فيه معنى التوبيخ والتقريع. إليه مرجعكم جميعا، وتقديم اسم أو شبه الجملة هنا من الجار والمجرور إليه يفيد التخصيص، غير عن لما أقول مثلا مرجعكم إلي جميعا، لا، إليه مرجعكم، إليه لا إلى غيره، هذا التقديم يفيد هذا المعنى، إليه لا إلى غيره، إليه مرجعكم جميعا. وهذا من الإنذار الذي ورد في بداية السورة، أن أنذر الناس، أنذر الناس ماذا؟ أنذرهم إليه، إلى الله مرجعكم جميعا، فديروا بالكم، فأعدوا، ستسألون، أعدوا للسؤال جوابا، ستقفون بين يدي ربكم وستحاسبون عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فما أنتم فاعلون؟ هذا هو الإنذار، هذا هو
يعني مضمون الإنذار الذي سينذرهم إليه مرجعهم جميعا، مرجعكم جميعا، وعد الله حقا ولا يخلف الله وعده، وعد الله حقا في إليه مرجعكم جميعا، يعني أن إعادة الحشر والمعاد ستكون إلى الله، هذا وعد الله الحق. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق، بدأ الخلق من ماذا؟ من التراب، سيدنا آدم عليه السلام، ثم يعيده، يعيده إلى الحياة بعدما يموت آدم وكل بني البشر بعدما يموتون جميعا، يعيدهم لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والقسط العدل الذي لا جور فيه، لا صغير ولا كبير، هذا هو القسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الحميم هو الماء المغلي، الماء الحار الذي تناهى في حرارته، يعني وصل إلى درجة الغليان، ما في أكثر من هيك، سبحان الله. فنص البشارة، البشارة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية، أن لهم قدم صدق عند ربهم، ونص الإنذار، ولاحظوا فصل في الإنذار هنا أنكم سترجعون إلى الله، هذا وعد الله والله لا يخلف وعده. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن بدأ الخلق ثم يعيده سيكون من الطبيعي أن يكون مرجعكم إليه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجزيهم ويبشرهم ويعطيهم من الخير الجليل والجزيل. والذين كفروا لهم شراب من حميم، وهذا قمة الإنذار، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ليس فقط شراب من حميم، لا، هذا جزء من العذاب، والعذاب زائد، لأنه فصل بين الحميم وبين الشراب، شراب من حميم وعذاب بالواو، واو حرف عطفي في الاشتراك من جهة والمغايرة من جهة أخرى. لما أقول مثلا أكلت خبزا وموزا، اشترك الخبز والموز، قلنا الواو تفيد الاشتراك، اشتركوا في إني أكلتهم وتغايروا في المعنى، إن الخبز غير الموز، وإلا ما قلت بينهم بواو، ما دام ذكرت الواو يفيد إنه هذا له معنى وهذا له معنى مختلف. إذن شراب من حميم هذا جزء، وعذاب أليم غير الشراب من حميم، عذاب أليم من نوع آخر، بماذا؟ بسبب، الباء هنا سببية، بما كانوا يكفرون. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هو الذي جعل الشمس ضياء، هو ضمير الشأن هنا يفيد التعظيم والتفخيم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. سبحان الله، كان زمان احنا لما كنا ندرس في الفيزياء ما كانوا يشيرون الى هذه النقاط، يقولون الشمس جسم مضيء، يعني مضيء بذاته، فيه نور ذاتي، فيه حرارة ذاتية. والقمر جسم مستضيء، يعني يستمد ضوء، هو معتم، معتم. وهذا الاعتقاد السائد، هذا يعني قبل ما يطلع الناس على القمر وتصير الاكتشافات الحديثة في العصر الحديث، كان الناس يظنون أن القمر مثل الشمس. ورب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما بيقرأ ولا بيكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا إثبات لما سيأتي من الآيات، إنه هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أستطيع أني أتحكم فيه، أجيب لكم آية متى ما تشاءون ومتى ما تطلبون، لا، أنا الأمر من ربي، أنا لست إلا رسولا، لست إلا مبلغا. فمن الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التي اكتشفوها البارحة، أن الشمس ضياء، نوره ذاتي وسطوعه من نفسه، والقمر نور يعكس ضوء الشمس، وقدره منازل، منازل القمر 28، 28 منزلة، أهل الفلك وأهل التقاويم يعرفون ذلك. كل يوم القمر في منزلة يقطعها القمر، يعني منازل القمر، المنزلة هي ما يقطعه القمر في اليوم والليلة، 28 منزلة. يبدأ مثلا صغيرا كما يعني تعلمون، ثم بعد ذلك يكبر ويكبر 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 حتى يبدو كبيرا، ثم يصغر ويصغر حتى في آخر منازله يرق وبصير مثل القوس أو الكذا في البداية والنهاية، ثم يستتر، يغيب ليلة 28، بغيب ليلة بصيروا 29 أو ليلتين بصيروا 30، والشهر القمري إما 29 وإما 30، لا يمكن أن يكون 28 مثل الشهر الشمسي، ولا يمكن أن يكون 31، بس كان بيكون في خطأ في الحساب، مستحيل. إذن وقدره، قدر القمر منازل، كل هذا لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني لولا هذا التقدير من عند الله سبحانه وتعالى لم يعلم الناس بذلك، ولم يعلموا
السنين والحساب. سبحان الله، سبحان يعني من كشف لنا هذه الحقائق وهذه البركات. طبعا عدد السنين والحساب، السنين أول شيء الأيام تعرف بالشمس، والشهور والسنوات تعرف بالقمر سبحان الله. وهكذا تتحقق وتتجلى حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار. رب العالمين ما خلق ذلك يعني إلا بالحق، إلا يعني لحكمة أرادها. يفصل الآيات، هذه بعض الآيات التي فصلها الله سبحانه وتعالى لقوم يعلمون، فقط الذين يعلمون. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يعلمون هم حري بهم أن يؤمنوا لما يرون هذا ولما يكتشفون هذا سبحان الله. إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار تعاقبهما، هذا النظام الدقيق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في تعاقب الليل والنهار. وما خلق، ما هنا الذي اسم موصول بمعنى الذي وليست نافية. وما خلق، إن في اختلاف الليل والنهار وفي المخلوقات الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. القوم الذين يتقون ويخافون الله ويخافون معاذ الله، هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذا. لكن إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاءنا، ولا حتى يعني يخافون ولا يطمعون في لقاء، إذا كانوا لا يرجونه وينفونه، لن يخافوا ولن يرجوا، لن يخافوا فيه نارا ولن يرجوا فيه جنة. هؤلاء ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بها عن الآخرة، واطمأنوا بها، سكنت نفوسهم وارتاحت في الدنيا، وكأنه ما في آخرة، كأنها الدنيا هي خلاص يعني، وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هؤلاء والذين هم عن آياتنا غافلون، لا يعتبرون بآياتنا، لا يتفكرون بآياتنا، ما مصيرهم، ما مأواهم؟ أولئك مأواهم النار. المأوى مكان الإيواء، مكان الإقامة، مكان إقامتهم النار. بماذا؟ بما كانوا يكسبون. الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بما كانوا يكسبون من كفرهم، بما كانوا يكسبون من تكذيبهم بالآخرة وما إلى ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يرزقهم الله سبحانه وتعالى الهداية بسبب إيمانهم، بسبب الإيمان، بسبب العمل الصالح، يصلون بهذه، بسبب هذه إلى الجنة. يعني هذه وسيلة من الوسائل. طبعا الإنسان لا يدخل الجنة بسبب عمله، وإنما يدخل الجنة بفضل الله. ولو عاملنا الله بعدله، بعدله ما كان. لذلك يعني إحنا دائما في دعائنا، اللهم عاملنا بكرمك ولطفك وفضلك، ولا تعاملنا بعدلك. بعدلك وزنوا له عبادة 500 سنة بنعمة البصر وما وزنت، رحنا فيها. ليش أنت رب العالمين لما خلقك في أحسن تقويم، لما خلقك ابتداء وخلى شكلك بهذا الشكل الجميل، عيونك، تخيل لو عيونك تحت مثلا، لو عيونك بركبك ولا لو أنفك هيك جاي من وراء لحاله، وهون بدون أنف وجهه، تخيل وشكل الإنسان بدون أنف أو الفم جاي هون على الخد مثلا، تخيل مثلا، أو إلك هون 20-30 أصبع مثل الأخطبوط، كيف بصير شكلك؟ أنت اخترته. لعبوا فيها هذول علماء الاستنساخ والمش عارف ايش مشان يطلعوك هيك، ولا رب العالمين خلقك في احسن تقويم. الله سبحانه وتعالى فضله عليك والله قبل ان تخلق سبحانه وتعالى. فلما يدخلنا الله سبحانه وتعالى في جنته فذلك بفضله وبرحمته. لكن العمل الصالح سبب لهذا. لذلك في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أبصر تقول والله ما دام بفضل الله وبرحمة الله، لا، بالعالمين يعني هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، حتى يدخل النار مستحقوها، وحتى يدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم مستحقوها. تجري من تحتهم الأنهار، من تحت مساكنهم، من تحت قصورهم، من تحت بيوتاتهم، الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها في جنات النعيم. ما دعواهم، ما دعاؤهم؟ سبحانك اللهم، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وتحيتهم تحية أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما تحيتهم؟ وتحيتهم فيها سلام. يعني تحيتهم، إما تحيتهم لبعضهم سلام، السلام عليكم، السلام وما إلى ذلك، أو تحية الله لهم، أو تحية الملائكة لهم. لذلك الجنة من أسمائها أنها دار السلام، دار السلام، دار السلامة من الآفات، دار السلامة من كل ما
من كل المنغصات تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم، آخر دعائهم، آخر دعاء أهل الجنة أنهم يقولون الحمد لله رب العالمين بسبب ما يرون من تفضل الله تعالى وكرمه عليهم. هذا ما يشتغل به أهل الجنة في الجنة، حمد الرب سبحانه وتعالى على ما أفاض عليهم من النعم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو قلنا حرف امتناع لامتناع، يعني هل عجل الله أو هل سيعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير؟ أبدا، لأنه لو فعل ذلك لقضي إليهم أجلهم، لكنه لم يعجل ولم يقضى إليهم أجلهم، فامتنع هذا لامتناع هذا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لو عجل الله تعالى للناس العقوبة كما يتعجلون الثواب والخير لقضي إليهم أجلهم، كان راحوا فيها لماتوا وهلكوا جميعا. سبحان الله، يعني كما جاء عن مجاهد قال هو دعاء الرجل على نفسه أو ولده إذا غضب عليه، يقول اللهم أهلك، اللهم لا تبارك فيه، إما لحاله وإما يا رب تخلصنا من هالحياة، ريتكم تصفوا بلا أم، ريتكم تصفوا بلا أب، ريتكم مش عارف إيش، يعني بتصير الأدعية هكذا للأسف. أو يعني تؤبرني، هذه أدعية لا تجوز شرعا، لا تجوز، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه تشكو الآسي، الآس اللي بحطوا على القبور، أليس كذلك يا أم بهيج؟ يعني شو تشكو الآسي؟ يعني ريتني أموت، يعني الدعوة على نفسها بالموت، يعني ممكن يعني تقول مثلا جعلك بعدي، يعني هاي دعوة أخف شوي، يعني إن شاء الله ما أحزن على موتك، تكون موتي قبلك. لكن الإنسان يدعو على نفسه في الصغيرة والكبيرة، ربما تفتح أبواب السماء في هذا، وكم من المصائب والقصص في من دعا على أولاده ثم بقي متحسرا متأسفا مدى الحياة. هذا لا يجوز، ما علينا. النقطة إنه لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء الناس بالشر على أنفسهم كما يستعجلونهم الدعاء بالخير، يدعون بالخير ويستعجلون الدعاء بالشر، يعني يا ربي عجل لنا هلاكنا أو كذا، لو استجاب الله دعاءهم كما يستجيب دعاءهم في الخير لهلكوا جميعا، لهلكوا جميعا، سبحان الله. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ألا يفعل هذا. لذلك لما كانوا مثلا يدعون في سورة الأنفال، ذكرنا لما قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، يعني أي عناد هذا؟ لكن لم يعجل الله لهم ذلك لأسباب يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا نعلمها، وقد نعلم بعضا منها بما يعني بما رأيناه، بأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن هؤلاء قريش أو بعض قريش أو كثيرا من قريش سيدخلون الإسلام فيما بعد، لذلك لم يستعجل الله لهم. شوف تدبير ربك سبحانه وتعالى، تدبيرك أنت لا يتجاوز مرأى عينيك، يمكن يخبط بالحيط ويرجع، هذا تدبيرك، وإذا حطيت ورقة هكذا لا ترى شيئا، لكن تدبير الله سبحانه وتعالى الله أكبر. ولو اطلعتم على تدبير الله لكم يعني لذبتم شوقا للقائه سبحانه وتعالى. إذن ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا نذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون، يتحيرون في تطاولهم، في تكبرهم، في طغيانهم، في رفضهم وعدم قبولهم للحق. يعني كانوا يقولون لو كان هذا القرآن حقا نحن دعونا أن يمطر الله علينا الحجارة، فلما لم يفعل لنا ذلك، لما لم ينزل علينا عذاب الحجارة، إذن دل هذا على أن هذا القرآن ليس بحق. شوف فنذرهم في طغيانهم يعمهون، هكذا لفئة من الناس، والفئة الأخرى أراد الله تعالى بهم خيرا. وإذا مس الإنسان الضر، ولاحظ يعني تعميم كلمة الإنسان، دخول للتعريف، جنس الإنسان، الإنسان بشكل عام حتى لو كان كافرا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، لجنبه يعني حال اضطجاعه، نائم أو قاعدا أو قائما، يعني ظل في أحوال أخرى غير المضطجع والقائم والقاعد، يعني كأنه رب العالمين بيقول دعانا في كل أحواله،
إذا مسه الضر دعانا في كل أحواله، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قتل الإنسان ما أكفره. الله أكبر. يعني مضى على طريقته الأولى كأنه ما صاب ضر، ونسي موقف التضرع والبكاء والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف هذا حال الكثيرين من المسلمين حتى. يعني لما تنزل بهم الكوارث، لما تنزل بهم المصائب، يعني ترى قلوبهم تلين، ترى يعني شكرهم وذكرهم، يفزعون للقرآن وللصلاة ولل يعني وما إلى ذلك. فلما يكشف عنهم أبدا برجع رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. سبحان الله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، زين لهم غفلتهم عن الله سبحانه وتعالى، زين لهم اشتغالهم بالشهوات. نسأل الله ألا يجعلنا منهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. القرون الأمم السابقة أهلكهم الله تعالى لما ظلموا، وهذا فيه تحذير لكم يا قريش، أنتم ظلمتم، أولئك ظلموا أهلكناهم، وأنتم ظلمتم، ترى أنتم على شفا الهاوية من إهلاك الله لكم. ماذا تختلفون عن أولئك؟ أولئك ظلموا فأخذهم الله، وأنتم ظلمتم فانتظروا عقاب الله. كأنه فيه تهديد، فيه يعني وعيد لأولئك. وجاءتهم القرون السابقة، الأمم السابقة، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وما صح لهم وما استقام لهم أن يؤمنوا. لماذا؟ لأنهم غير مستعدين لهذا الإيمان، ولأن لطف الله سبحانه وتعالى قد سلب عنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك يعني نفعل مثل ذلك بكل مجرم. المسألة ليست خاصة بأولئك، من أجرم مثلهم كان جزاؤه جزاءهم فاحذروا. فيه تحذير ووعيد لكفار مكة. ثم جعلناكم خلائف، جاءكم الدور، استخلفناكم في الأرض بعد أولئك القوم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا هدف أننا جعلناكم خلائف، مش مشان سواد عيونكم ولا مشان تعمر الأرض 50-60 سنة، لا، الهدف لننظر كيف تعملون، لنبلوكم، ليبلوكم. هكذا الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. ثم جعلناكم خلائف، مستخلفكم من بعد أولئك. ليش مستخلفكم فيها؟ فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إلى آخر الحديث الذي في صحيح مسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. سبحان الله، لما تتلى عليهم آيات القرآن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات الكتاب العزيز، قالوا هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا، المنكرون للبعث بعد الموت، قالوا ائتي بقرآن غير هذا. هذا القرآن فيه ذم للات والعزى والأوثان والأصنام، ويعني لا، إحنا لا نقبله، هذا القرآن حطه على جنب، بدنا إحنا قرآن جديد ثاني ليس فيه ذم لأوثاننا، أو بدله يا سيدي، ما بدك تجيب قرآن ثاني بدله، يعني خلاص اعتذر عن هذا الذم لأوثاننا وجيب لك يعني شيء فيه يعني مجاملة أكثر، أو بدل يعني انسخ بعض آياته، إلغيها، يعني رتبها. الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هنا إدخال كلمة قل، يعني الله سبحانه وتعالى يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم إلا بعد أن يتلقى الجواب من الله، أنا رسول، قل ما يكون لي أن أبدله، لا يحل لي، لا يجوز لي، يا جماعة افهموا علي، أنا المسألة ليست من اختصاصي، لا أستطيع أن أفعل ذلك من تلقاء نفسي، هذا الأمر لله، إذا شاء يبدل، إذا شاء ينسخ، إذا شاء يغير، أما أنا فلا أفعل شيئاً، أنا دوري إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا دوري، أتبع ما يوحى إلي من عند الله، لا أستطيع له تبديلاً، ولا أستطيع له تحريفاً، ولا أستطيع له تحويلاً، أنا فقط مبلغ. إني أخاف إن عصيت ربي هيك بالتبديل بالتغيير من عندي، أخاف عذاب يوم عظيم، عذاب يوم القيامة. هذه أيضا فيها إشارة وتعريض بأولئك الذين يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه،
مش بس من اليهود والنصارى بل حتى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يخرب بيت إبليسك، لما القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل مشان حسن مبارك فاتبعوه، في تحريف أكثر قارئ من القراء المشاهير، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أليس هذا تحريفا؟ لاحظ الآية، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وينطبق هذا على تحريف الكلمة عن مواضعه والمعاني وما إلى ذلك. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. لو شاء الله سبحانه وتعالى حتى تلاوة القرآن عليكم ما فعلتها، حتى تبليغي إياكم للقرآن ما فعلته، لو شاء الله. ولا أدراكم به، ولا يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لما أدراكم، لما أعلمكم بالقرآن على لساني، لو شاء الله ذلك. لكن أيضا لو حرف امتناع لامتناع، لم يشأ الله ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا، أنا لست جديدا عليكم، أنا ما أنزلت عليكم من كوكب جديد لا تعرفونني وفرضت عليكم فرضا، لا، حكمة الله اقتضت أن أعيش بين أيديكم 40 سنة، مش سنة وسنتين وخمس وعشرة. الواحد ممكن يداهن القوم، يجاملهم، يلعب عليهم، يعمل فيهم فيلم مقلب لغاية اقتضتها شهر شهرين ثلاث، يشار إليه هذا التقيها 40 سنة من طفولتي، وعارفين من أنا، عارفين من أبوي، عارفين من جدي، عارفين نسبي إلى يعني إلى ما تعلمون، أنا منكم وأنا الصادق الأمين. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، زمان طويل جدا، عرفتموني بهذه الأخلاق، أفلا تعقلون؟ ما بكم، ما الذي جرى لكم؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هنا استفهام يفيد النفي، لا أحد على الإطلاق أظلم ممن افترى على الله كذبا. لماذا جاءت هذه الآية هنا؟ لأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، أن يبدل هذا القرآن، فبين لهم أنه لو فعل ذلك لكان هذا افتراء منه على الله وحاشا لله. فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن فعل ما تطلبون، هذا الذي تطلبونه وترونه هينا وهو عند الله عظيم، لا أحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله أو كذب بآياته. إنه لا يفلح المجرمون، هذه قاعدة، إنه لا يفلح المجرمون، لا يظفرون بأي مطلوب، بأي فلاح، بأي فوز، بأي نجاة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعبدون، أولئك المجرمون، أولئك الكفار والمشركون، يعبدون من دون الله. ما الذين يدعونهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله؟ يعني لاحظوا هنا المعنى، ويعبدون من دون الله، لا تتصور أن المقصود بذلك أنهم تركوا عبادة الله بالكلية، لا، هم يعبدون الله لكنهم تجاوزوا الله إلى عباده وعبدوا مع الله سبحانه وتعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بدليل قولهم بعد ذلك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، معناها كانوا يعترفون بالله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شفعاؤنا إحنا، الله سبحانه وتعالى على الرأس والعين، لكن هؤلاء نعبدهم يعني لأجل هذا الغرض، ليشفعوا لنا عند الله. يا الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يعني تستطيع أن تدعوه بلا واسطة، لماذا توسط هؤلاء الذين ليس لهم من مؤهلات ومقومات الربوبية والألوهية شيء، أدنى مقوم من مقومات الألوهية والربوبية أن يضر وينفع. لذلك رب العالمين هنا اقتصر على ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذا الآلهة لا تضر ولا تنفع، كيف تعبدونها؟ على أي أساس؟ وتقولون شفعاؤنا عند الله، ادعوا الله مباشرة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم، رحمكم الله، بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ما المقصود هنا أتنبئون الله بما لا يعلم؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم لنفسه شريكاً أو شفيعاً بغير إذنه من المخلوقات كلها، لا في السماوات ولا في الأرض. أتنبئونه بما لا يعلم؟ يعني أتنبئونه بهذا؟ سبحانه أن يكون له شريك كما تزعمون وما تدعون. ولاحظوا بعد سبحانه جاء بتعالى، سبحانه نزهته ثم وتعالى، المكان الذي يليق به سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة،
أمة واحدة يعني ماذا؟ كان الناس جميعا موحدين، فاختلفوا. سبحان الله، اختلفوا، صار بعضهم مؤمنا وصار بعضهم كافرا. بقي الناس أمة واحدة مؤمنين إيمانا كاملا مدة تقريب 10 قرون، وهي الفترة بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. بعدين وقع الاختلاف بين الناس وصاروا يعني عادوا أدراجهم وبدأوا يعظمون الأوثان والأصنام والكذا. كانوا أمة واحدة فاختلفوا بعدين، فانقسموا إلى مؤمن وكافر. ولولا كلمة سبقت من ربك، إنه الله سبحانه وتعالى لا يقضي بينهم في الدنيا، هذه الكلمة التي سبقت، وإنما قضاء الله تعالى يوم القيامة. لولا هذه الكلمة لقضي بينهم، يعني لقضي بينهم في الدنيا، بس الكلمة إنه لا يقضى في الدنيا وإنما يقضى في الآخرة، لقضي بينهم فيما فيه، يعني فيما هم هؤلاء فيه يختلفون. لكن كلمة الله لا تتخلف، ووعد الله لا يتخلف. ويقولون هؤلاء أنفسهم لولا أنزل عليه، على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هو جاءنا بآيات القرآن، لا، إحنا بدنا آيات من نوع آخر. ما هي الآيات التي تطلبونها من نوع آخر؟ أن يجعل الجبال ذهبا، بيتا من زخرف، بيت من ذهب، مثل معجزة موسى، عصا هيك تتحول لحية، أو اليد، أو مثلا تقلب لنا الصخرة هذه ناقة، أو تسير جبال مكة، هكذا يعني. ولولا أنزل عليه آية، لولا هنا بمعنى هلا، هل لا أنزل عليه آية من ربه؟ الجواب فقل، لاحظ الرد، رجعنا لي فقل، ما رد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إنما الغيب لله، لا، فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن قف، الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى ثم بعد ذلك يلقيه، فقل إنما الغيب لله، هذا غيب، والأمر الغيب ليس لي، نزول آية من عند الله تعالى كما تطلبون هذا أمر غيبي، والغيب اختصاص من؟ أنا بشر مثلكم، الغيب اختصاص الخالق الله سبحانه وتعالى. أما الغيب الآية التي تطلبونها، لا أنا ولا أنتم ولا أي مخلوق من مخلوقات الله يستطيع أن يأتي بها، الغيب لله. فانتظروا، انتظروا، تربصوا، فيه رائحة التهديد، انتظروا نزول ما اقترحتموه، إني معكم من المنتظرين. هكذا أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، إذا الله سبحانه وتعالى مثلا وزع عليهم أو وسع عليهم في رزقهم وأعطاهم الأموال وأعطاهم الأمطار وأعطاهم صلاح الثمار وأعطاهم الأولاد وأنعم عليهم من فضله وكرمه، بعد ضراء مستهم، بعد جدب وقحط وجفاف وفقر وقلة في الأموال والأولاد والأنصار، إذا الله سبحانه وتعالى، ولاحظوا لفظة إذا، إذا يعني تفيد التحقق عند بعض الناس، إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. سبحان الله، كيف مكرهم بآيات الله؟ يعني كفرهم بآيات الله. لذلك جاء في الأحاديث أن الله سلط على أهل مكة، على كفار قريش، سلط عليهم القحط والجدب 7 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اللهم سنين كسني يوسف، قال تزرعون في البداية 7 سنين، في ما حصل، قال ثم يأتي من بعد ذلك هاي السنين 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سبحان الله. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كادوا يهلكون بسبب هذا العذاب، بسبب هذا التكذيب. قالوا يا رسول الله ادعو لنا ربك أن يفرج عنا الكرب والبلاء، ينزل المطر، يخرج الثمر، فلما أزال عنهم البلاء عادوا إلى الكفر والعناد. فذلك قوله سبحانه إذا لهم مكر في آياتنا، كفر في آياتنا. سبحان الله، ولله أسرع مكرا، ولله أعجل وأسرع عقوبة. مكرا هنا مكر الله رده على مكرهم على كفرهم، ولله أسرع مكرا أعجل عقوبة. إن رسلنا الكتبة الحافظين يكتبون ما تمكرون، يعني إذا الكتبة الذين معكم يكتبون، فكيف يخفى هذا على العلي العظيم الكبير سبحانه وتعالى؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر، يسيركم في البر
يعني تمشون على أقدامكم، تمشون في البر، والبحر هل يستطيع إنسان أن يسير وحده في البحر؟ يعني المقصود يسخر لكم الفلك والسفن تركبونها، الدواب في البر والبحر. طبعا ما قيلت الجو، قيلت الإشارة إلى الجو في سورة النحل، لكن هنا ما ذكر لأن الجو ما كانوا يعلمونه، فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس على قدر عقولهم، لكن في سورة النحل قال ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، اليوم فهمنا شو يعني ما لا تعلمون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، في السفن، وجرينا بهم، السفن جرت يعني، وجرينا السفن بهم بريح طيبة، الريح الطيبة التي تسوق السفن سوقا، ما في عواصف، جاءتها ريح. وكلمة ريح في القرآن تدل على العذاب والشدة، ريح يعني ريح عاصف، ريح فيها هبوب شديد. وجاءهم الموج من كل مكان، من كل الجهات أحاط بهم الموج، وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص ظنوا يعني تيقنوا أو غلب على ظنهم أنهم هالكون، أنهم أحيط بهم. عندها دعوا الله مخلصين له الدين، سبحان الله، دعوا الله مخلصين، حالهم أنهم مخلصون، يعني فعلا في هذه اللحظة فقط لم يشوبوا دعاءهم بشائبة. أما في غيرها من المواضع، يعني هنا غيروا عادتهم، زمان كانوا إذا دعوا يعني يشركون بالله سبحانه وتعالى، أو دعاؤهم ليس فيه إخلاص، ليس فيه، لكن الآن لما شعروا بالحامي، لما رأوا الهلاك، دعوا الله مخلصين حقا حقا، لم يشركوا معه أحدا. سبحان الله، هذه الجبلة التي فطر الله الناس عليها، دعوا الله ماذا؟ لئن أنجيتنا، يعني يا رب من هذه، يعني من هذه المصيبة التي نحن فيها، من هذا الريح ومن هذا الغرق، لنكونن من الشاكرين. سبحان الله، يقسمون أمام الله سبحانه وتعالى، لئن أنجيتنا، هذا قسم، والله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، بكل هذه المؤكدات. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، سبحان الله، عادوا أدراجهم، يعني كما قلنا لعادتهم القديمة. فلما أنجاهم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سينجيهم ويكفرون، لكن حلم الله سبحانه وتعالى وحكمته أنجاهم، يعلم أنهم سيبغون ومع ذلك أنجاهم. في أحلم من هيك؟ في أحكم من هيك؟ سبحانه وتعالى، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، سبحان الله. طبعا الآيات فيها دلالة أو إشارة إلى أن دعاء الكافر قد يستجاب، يعني في كثير من الأحيان بعض الكفار لما يعني، وأجروا مقابلات كثيرة على من نجا من يعني من مهلكات، إنه يعني ما العمل، فيعني كان دعاؤهم لله سبحانه وتعالى أبدا، كأنه مولود في المسجد، كأنه يعني حمامة مسجد، وهو ما بيقول لا إله إلا الله أصلا، وبجوز لا يعترف بوجود الله، لكن لما شعر بالحامي تحركت فيه هذه البذرة التي فطر الله الناس عليها. فلما أنجاهم إلى البر، سيدنا صالح كانوا مراوغين، وسيدنا عيسى أعطينا الصفرة وأعطينا ما بعرف شو، كانوا مراوغين، بس هون يحصلوا تمام الصدق يعني. نعم. الآن إشارة أو سؤال، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني هل هناك بغي في الأرض بغير حق وبغي في الأرض بحق مثلا؟ كيف يعني يبغون في الأرض بغير الحق؟ علق يعني بعض المفسرين على هذا، قال يبغون في الأرض بغير الحق يعني بغير شبهة عندهم، يعني مش إنسان مثلا يبغي في الأرض يظن نفسه يفعل خيرا مثلا بغباء أو كذا، لا، يبغون في الأرض بغير شبهة عندهم، وإنما تمرد وعناد، وهم يعلمون أنه بغي، وإلا في البغي على طول دائما وأبدا بغير حق، ما في بغي، ما في ظلم بحق، لأنه لو كان حقا لما كان هناك بغي. يا أيها الناس إنما تبغون في الأرض بغير الحق، إنما، ولاحظوا أداة الحصر، إنما بغيكم على أنفسكم. طب كيف بغيكم على أنفسكم؟ على أنفسكم، أيوة، يرجع إليه متى؟ متى عاقبة المكر وعاقبة البغي والظلم؟ متى يعود؟ يوم القيامة، أو حتى قبل يوم القيامة، يعني الباغي سيأخذ جزاء، ربما يتمتع في دنياه قليلا، ربما يأخذ جزاءه في دنياه،
وإن لم يأخذ سيأخذ جزاءه في أخرى. وأول منازل الآخرة القبر، مجرد ما مات ببلش، وأحيانا ممكن قبل ذلك. وسألوا عن يعني عن الطغاة قديما وحديثا، كان لهم هذا البغي وهذا الإجرام وهذا الظلم، أراد الله سبحانه وتعالى لبعضهم ألا يموتوا حتى يعود بغيهم على أنفسهم وظلمهم على أنفسهم وينتقم الناس منهم. وإذا مات دون أن يكون هذا فما في مشكلة، بالعكس يعني عذاب الله أشد وأبقى. متاع الحياة الدنيا يعني تتمتعون هنا في محذوف، طبعا متاع لماذا نصبت ها هنا؟ لأنه هناك محذوف، تتمتعون متاع الحياة الدنيا، تتمتعون ببغيكم هذا بغير الحق متاع الحياة الدنيا. إن كان ببغيكم متعة فهي متعة متاع، متاع شيء زائل، شيء محدود بالدنيا، ويا ريت الدنيا كلها. أنا ما علاقتي بالدنيا ومتعتي بالدنيا، متعتي بالدنيا ما هي؟ فترة حياتي بعد ما أموت، لو تمتع الناس أنا شو دخلني؟ أنا في قبري عند ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله. ففترة متاع الحياة الدنيا يعني لا شيء، فترة قصيرة جدا. ثم إلينا مرجعكم، إلينا لا إلى غيرنا، إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لابد أن نشد شوية. نعم، إنما مثل الحياة الدنيا، هنا يشبه الله سبحانه وتعالى ويضرب مثلا للحياة الدنيا وكيف أنها سريعة الفناء والزوال. لاحظ التصوير بأنها كالسراب، كالسراب الذي فيه مخادعة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، كيف الماء ينزل من السماء، يختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والمزروعات والثمار وما إلى ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. لاحظوا التشبيه، كيف أخذت مثل العروس، كأنها الأرض تزين، وكيف تلبس الحلي يعني وهكذا بتكون جذابة أكثر. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادرون على الاستفادة منها، وقادرون على جني ثمارها ومحاصيلها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، يعني محصودا، لم يبق فيها شيء، كأن لم تغن بالأمس، كأنها مبارح ما كانت عروس تزين، وأن أهلها ظنوا أنهم قادرون عليها، وإنه كأن شيئا من هذا لم يكن. كذلك، مثل ذلك، اعتبروا، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. لما بين الله سبحانه وتعالى قيمة الحياة الدنيا لعباده، لما بين سرعة تغيرها، سرعة زوالها، هنا رغبهم في الدار الآخرة. هذه الدار الدنيا ليست إلا يعني ليست شيئا. الآن تريدون يعني الحق، تريدون الخير، تريدون البركة، تريدون الخلود في الخير. الله يدعوكم إلى دار السلام. دار السلام ما هي؟ الجنة. الجنة دار السلام، دار السلامة من الآفات، جزاك الله خيرا. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام، دار السلامة من التعب والنصب والكدر والأحزان. يعني ألاحظ هنا دار، شبه الجنة بأنها دار، وهذا يعني ورد في حديث أيضا يعني فيه تشبيه، مثلي ومثل ما جئت به كمثل سيد بنى دار، سيد ملك أو ملك، ثم صنع مأدبة، عمل سفرة كبيرة، وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار الجنة، وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأدبة، فالله هو السيد يعني الملك، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا إياها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جميل، الحسنى تمام، يعني الحسنى اسم تفضيل من الإحسان، يعني الله سبحانه وتعالى يحسن إليهم بما قدموا من خير، الجنة. الحسنى الجنة. طب الزيادة ما هي الزيادة؟ أيوة، أكثر العلماء على أن الزيادة هنا هي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم الجليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزه لكم. فيقولون: وما هو؟ ظل شيء، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة
ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كل هذا إشارة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق ولا يعلو وجوههم، وجوه أهل الجنة الذين أحسنوا، لا يرهق وجوههم هذا القتر، هذا السواد، نسأل الله العافية، ولا الذلة التي تغشى وجوه الكافرين، الحسرة والندامة والأسف على ما قدموا من في هذه الدنيا. أولئك الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بالمقابل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يتفضل ويزيد لأهل الجنة وزيادة، أهل النار لا، جزاء سيئة بمثلها. هناك لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، هنا في النار وترهقهم ذلة، تغشاهم الذلة، الهوان والخزي والذل، ما لهم، ما لأهل النار، ما لهم من الله من عاصم، لا يستطيع أحد أن يعصم أحدا بين يدي الله، لا يستطيع أحد أن يشفع لهم، أن ينجيهم من عذاب الله وسخط الله. كأننا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، لشدة ما يغشاها من الذل والهوان، لشدة ما يغشاها حتى من الناحية المادية من دخان النار، من سواد النار، نسأل الله العافية. كأنها أغشيت شو؟ يعني قطع من الليل، قطع من الليل، ظلام لا تكاد ترى، سبحان الله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذول خالدون وهذول خالدون، لكن شتان ما بين الثرى والثريا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. الله سبحانه وتعالى يجمع الفريقين جميعا يوم الحساب، يحشرهم جميعا. من هم جميعا؟ الآن يعني ربما تحتمل أكثر من احتمال، يعني ممكن واحد يقول مثلا المؤمنين والكافرين، لا، الأرجح والله أعلم نجمع العابد والمعبود، نحشرهم جميعا. هنا الشيخ ذكر تبنى الرأي الأول، ويوم نجمع الفريقين المؤمنين والكافرين للحساب ثم نقول للمشركين، لكن في تفاسير أخرى ذكرت ويوم نحشرهم هؤلاء العابدون من المشركين ومعبوداتهم، نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. مكانكم يعني إلزموا مكانكم، ابقوا في أماكنكم أنتم وشركاؤكم. وهذه قوة أنتم وشركاؤكم، يعني الرأي الأول، لكن ربما لا يمتنع يعني المعنى الثاني. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، خليكم مكانكم، قفوا في مواطنكم مواضعكم أنتم وشركاؤكم، هؤلاء الآلهة الذين اتخذتموهم آلهة، فزيّلنا بينهم، يعني فرقنا بينهم وبين معبوداتهم، زيّلنا. في سورة الفتح، لو تزيّلوا، لو تميزوا، لو تفرقوا، لو انفصلوا، ففرق الله تعالى بينهم وبين معبوداتهم. وقال شركاؤهم، الآن المعبودات تتكلم، وقال شركاؤهم، طبعا تتكلم التي تتكلم، ما كنتم إيانا تعبدون، يا عمي إحنا يعني لا علاقة لنا بالموضوع، نحن براء، إحنا أمرناكم أن تعبدون إشي، أنتم عبدتم هواكم، عبدتم شياطينكم، عبدتم ضلالاتكم، عبدتم، نحن ما عبد، نحن ننكر ونبرأ إلى الله تعالى أنكم اتخذتمونا، أو أننا أمرناكم أو طلبنا أو رضينا حتى منكم أن تتخذون آلهة، لهولي ما يرون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يقول أو تقول المعبودات من دون الله، فكفى بالله شهيدا، يعني الله سبحانه وتعالى يشهد وهو يكفينا وهو حسبنا أننا ما أمرناكم بعبادتنا وما رضينا منكم هذا، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نحن ما شعرنا حتى أنكم تعبدوننا ولا طلبنا منكم ولا استفدنا شيئا، ولا استفدنا شيئا، نحن وإياكم سواء، ونحن بحاجة إلى رحمة الله كما أنتم. طبعا هذا يوم القيامة، هنالك إشارة إلى ذلك الموقف يوم القيامة،
هذا الموقف الرهيب المخيف العصيب، تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو تختبر كل نفس جزاء ما أسلفت من العمل، جزاء ما قدمت من العمل، خير أو شر تنال هذا الجزاء. وردوا إلى الله مولاهم الحق، رد الله تعالى الذين أشركوا ردهم إليه، إلى مولاهم الحق، وهذا فيه تعريض، هذا الحق، هذا الإله الحق، وأولئك الذين كنتم تفترون على الله من معبودات ضلوا عنكم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا فائدة منه. قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرازق من؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ من؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ من؟ من؟ فسيقولون الله، هم يعترفون، إذا سألتهم هذا السؤال سيعترفون، الرازق هو الله، الذي يملك السمع والأبصار هو الله، الذي يخرج الحي من الميت، الحي من الميت يعني الإنسان من النطفة، والطير من البيضة، حي من ميت، والعكس، والميت من الحي، سبحان الله، يخرج النطفة من الحي من الإنسان، ومن الطير من البيضة، الحي من الميت والميت من الحي، هكذا، ويدبر الأمر، من؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، ما دام تعلمون أنه هو سبحانه وتعالى، أفلا تتقون، أفلا تخافون سبحانه. ولاحظوا أفلا تتقون، هناك محذوف، تتقون الأصل يتقي فعل متعدي يحتاج مفعول به، وأن المفعول به محذوف حتى تذهب النفس كل ماذا، أفلا تتقون عذابا، أفلا تتقون غضبا، أفلا تتقون، فذلكم الله، لاحظ التعظيم في اسم الإشارة، فذلكم الله ربكم الحق، مش مثل هذول لا أرباب ولا حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، بكل وضوح هذه قاعدة، ماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني بعد ثبوت الربوبية للرب سبحانه وتعالى، بعد أن أقررتم وبعد أن يعني شهدتم أن الله هو الذي يرزق وأن الله هو الذي يخرج الحي من الميت وأن الله هو الذي يدبر الأمر، هل بعد هذا الحق وإقراركم بالحق بعد هذا ماذا؟ ما بعد هذا ليس إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولاحظ سبحان الله أسلوب القرآن في النفي والإثبات طريقة السؤال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون، أنا يعني تصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كيف تجيزون لأنفسكم أن تعدلوا عن الحق الظاهر البين أوضح من الشمس، كيف تجيزون لأنفسكم أن تقعوا في الضلال وأن تتركوا هذا الحق البين الواضح؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، مثل ذلك حقت كلمة ربك حكمته قضاؤه على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم، إن شاء الله نستكمل بعد أن نأخذ استراحة سريعة، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم نشد.